رسل بني إسرائيل عليهم السلام. يقول رسل بني إسرائيل عليهم السلام، هل هم أنبياء؟ فيهم أنبياء وفيهم رسل، موسى عليه السلام رسول، عيسى رسول، وفيهم أنبياء مثل داود وسليمان وأيوب، فيهم أنبياء كثيرون، أنبياء كثيرون. وأما الرسل ففيهم رسل كموسى عليه السلام، وهو أول رسل بني إسرائيل، أول رسل بني إسرائيل موسى، آخرهم عيسى عليه الصلاة والسلام. نعم.